كوم كيف ما سبق وذكرتي لنا ديجا في اللقاء الاول قلتي لنا انك انت يعني ما كتخدمش الوشام ما كتخدمش واحد الاحسانه اللي لربما كيعقبوا عليها حتى المغاربه ما كتعجبهمش في رؤوس بعض الشباب واللي كيديروها لهم من طبيعه الحال بعض الحلاقه فكنعرفوا يعني كاين بعض الناس اللي كيديروا فيديوهات في اليوتيوب وكيديروا الوشام وكيديروا هاد الامور هذه شكون كتقصد بالضبط في الكلام ديالك فؤاد او فوفو كما كيسميوك هنايا الناس في سلا السلام عليكم اولا قبل كل شيء هادشي هذا ديال الظاهره اللي ولات جديده مؤخرا كون ما ضراتنيش وخاصني ما كنتش نقدر نهضر اولا نتكلم بحال هكا حيت كيف ما خاصني انا الا ضراتني غادي توصل للديور ديال المغاربه كاملين وانا ضد هادشي هذا ما بغيتش هادشي هذا ينتشر بهذا الاسلوب هذا حيت هذه طريقه شويه شنيعه باش يوصلوا هادشي هذا للدراري والشباب ما نبغيوهاش والشخص الوحيد اللي مسؤول على هذه القضيه هذه واللي كاين في المغرب كامل اللي وصل هادشي هذا هو الحلاق اللي تيسمي راسو احسن حلاق في العالم وهو ماشي احسن حلاق في العالم بهاد الكلمه هذه هو الدودو هو اللي سبب هاد المشاكل هادو وسببي انا اليوم باش يمكن لي درت هاد الروبورتاج هذا حيت هذاك الشيء اللي كدير فيه خايب بزاف وقبيح والناس راه ما تيعجبهمش واخا يكون عندك به غرض انك تصور به فلوس من اليوتيوب اولا باش دير الشهره ولا شي حاجه الشهره ما كدارش بحال هكا الشهره كدار بواحد البساطه وبواحد الانتاج اللي هو زوين شي حاجه اللي تعطيها للناس اللي غتفيدها ماشي تخرج عليها وتدمرها وتخلي الناس غاديين في الشارع كلشي واشم كلشي واشم يدي او لا واشم عنقو او لا هادي هادشي هذا ما عندناش حنا في المغرب وما كاينش وقليل ونادر حيت اللي وصلوه اجنبيين اوروبيين باش يخرج على الوطن ديالنا حنا ضد هادشي هذا